بعد استكمال المنظومة الكبرى لنقل المياه الصالحة للشرب على مستوى المنطقة الشمالية لولاية برج بوعريريج والتي مست 14 بلدية، ها هي اليوم بلديات الجهة الجنوبية للولاية تحظى بنفس البرنامج، أين وضعت في الخدمة عدة أنقاب ومحطات لضخ المياه الجوفية في كل من بلديات حسناوة، مجانة وتكستير وغيرها. الزيارة شملت بعض العمليات القطاعية، جزء من العمليات القطاعية اللي قاعدت تنجح على مستوى الولاية. أعطينا الأولوية للمناطق اللي ندخلوا فيها لأول مرة، حسناوة إنجاز بئر عميق 30 لتر في الثانية راح يدعم منطقة حسناوة اللي كانت تعاني من تددوات في توزيع المياه الصالحة للشرب. على مستوى مجانا هناك بئر عميق جديد يدعم المدينة بالمياه الصالحة للشرب، غادي كندي بطيزا بيسيو. على مستوى راس الواد نحن نسجل خطوات إيجابية جدا، كنت معنا في كاف غراب وكذلك في رميل وين لاحظتوا معنا أنه عملية إنجاز المشاريع هناك تسير بخطى ثابتة. إلى جانب حفر الأنقاب وإنجاز محطات لضخ المياه الجوفية، استراتيجية القطاع بالولاية تقوم كذلك على ربط الأنظمة المائية ببعضها البعض، وخاصة من بعض السدود القريبة أو حتى من محطات تحلية مياه البحر. استراتيجية القطاع كذلك هي ربط الأنظمة ببعضها البعض، حيث أننا نقدر نقول بأن مشروع ربط ولاية سطيف بولاية برج بوعريريج عن طريق قناة باراج سد الموان بولاية سطيف سيتم ربطه بسد عين زادة، وبالتالي التحكم في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. هناك نظرة أخرى استشرافية، نظرة مستقبلية، وراه الطلب مطروح على مستوى الوزارة وهي ربط كذلك محطة تحلية البحر لولاية بجاية بنظام سد عين زادة. مدينة برج بوعريريج هي الأخرى حظيت ببرنامج إضافي لتجاوز كل تذبذب في توزيع المياه لا سيما خلال فصل الصيف. نحن موجودون في محطة الضخ بتكستير اللي راح تنضاف لها كمية مائية جديدة تم جلبها من آبار جديدة على مستوى منطقة تكستير، كذلك اللي سوف تدعم المنطقة الشرقية وكذلك تدعم مدينة برج بوعريريج وكذلك الحمادية. سكان الولاية عبروا عن استحسانهم لمثل هذه الإجراءات والتي ستمكنهم من قضاء فصل الصيف بكل أريحية. حسب ما نلاحظه في بلديتنا بلدية إكسار أن المياه متوفرة، الدولة بذلت جهد كبير جدا حيث تمكنت من عملية النقب، عندنا نقبين في جبل الزديم وعندنا نقب في الضلعة. بالنسبة لسكان القرية نشرب يوم بعد يوم، يعني الحمد لله رب العالمين. الشيء نلاحظه احنا على مستوى ولايتنا والمنطقة نتاعنا بالذات نرانا الحمد لله، شوفوا مشاريع ضخمة ومبالغ ضخمة اللي صرفتها الدولة في هذا المجال، وعليه المواطنين هنا على مستوى بلديتنا احنا نتذكروا احنا انها مش محتاجة. نثمن هذه المجهودات وتحسن محسوس بدرجة كبيرة، وربي ان شاء الله يدومها نعمة. هي مجهودات تبذل لمواجهة شح الأمطار التي أثرت بشكل كبير على مخزون المياه في العديد من السدود، غير أن هكذا إجراءات من شأنها السماح للمواطنين من تفادي التذبذب في التزود بهذه المادة الحيوية.